يا شباب، بشخصية ميكي ماوس مازن خسر التحدي الأولاني. تعالوا نجرب بقى نشوف هنركب أنهي عربية. إيه رأيك أركب أنهي عربية؟ الفخمة دي فين العربية الفخمة دي؟ الرصاصي دي؟ هي بأمانة عربية جامدة والله يا جماعة. بصوا العربية عاملة إزاي، تحفة. عربية فخمة فخمة زي ما مازن بيقول. يلا اوعى طيب تخليني أخسر، ماشي؟ بس بقى التحدي، يلا يا جماعة دور على القصوى. عربية جامدة والله. اه شكلها هو من اولها ولا ايه؟ لا ما تبقاش على كده، ده احنا في جايزه شوكولاته. اثبت طيب، اثبت يا عم ميكي، يا عم ميكي اثبت. خرابي يا لهوي، انا ما لحقتش حتى اعدي شويه صغيرين، انا ما لحقتش اعدي اي حاجه يا جماعه. وقعت ومازن بيضحك عليا عشان هو اللي هو اللي كمل شويه كتير في السباق، بس مش مشكله هتعوض. الجايات اهم، الرايحات والدور الجاي هيكون مازن. تعمل ايه يا بطل؟ ايوه لو وقعت انت هتجيب لي حاجه. اوكي ولو كسبت؟ لو وقعت هتجيب لي حاجه حلوه. ماشي، تركب العربيه دي. العربيه دي مالها؟ بتوديني بسرعه. دي بتوديك بسرعه؟ طب لو وقعت تجيب لي حاجه حلوه. اوكي ماشي، بس جامده العربيه دي. العربيه دي جامده. ماشي لو كسبت هجيب لك حاجة حلوة. أنا بقفل بس الصوت عشان تعرف تقفز وتنط. يا ابن الإيلة سينا بتعملها ازاي دي؟ ده أنا مش قادر أعدي أول واحدة. حاسب يا خسارة يا خسارة. خد حاجة حلوة أهي. طبعا يا جماعة مازن قدر يوصل مرحلة كويسة، أنا مش قادر أوصل لأي حاجة. حاضر، انا طبعا يا جماعه وقعت من اولها بس هرجع